دلوقتي اللي احنا بنشتغل على الستات بس ولا ايه؟ دلوقتي لا الرجاله لا احنا ما نقدرش بالظبط اللي هو اللي حصل دلوقتي الرجاله بقى كان نصبهم في الموضوع ده هوت ان احنا بدل السلك ده هوت والبطاريه اللي احنا بنركبها دهيت والسلك ده هوت ان احنا دلوقتي في المرحله الثانيه من البحث بتاعنا اللي هي استخدام جهاز عباره عن حجمه بحجم عود الكبريت بطاريه مع السلك بيتحط جنب نوع معين من الاعصاب الخاصه بالعضو الذكري للراجل وبس خلاص الراجل يبقى معاه الريموت كنترول وكنترولينج اول اوف هيز لايف او يقدر يتحكم بحياته لا ما ينفعش تقول انجليزي لا لا هو يقدر يتحكم لا. في حياته وفي وضعه وفي علاقاته يعني تركيبه الجهاز دوت يعني بيتركب في مكان معين مش هقدر يعني اشرح طيب بالتفصيل عن وضع المكان عند الرجل المكان. عند الرجل برضه بيتركب ببنج موضعي بعمليه بتاخد بالظبط 15 دقيقه حلو وبعدين لان لازم نعمل هي العمليه التركيب ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق اوعى تقول لي بعد ما راكب الجهاز يشتغل بالريموت ما هو ده اللي بيحصل ما ده اللي هيحصل بعد كده ان هو عنده الحلقة. عند الريموت هو اللي هيقدر ان هو يستخدمه بعد كده النهارده حضرتك في اجهزه في سؤال هو هيبقى الجهاز ده فيه على طول يعني انا ممكن اخد الريموت من واحد بتاع واحد صاحبي لا هو ما ينفعش لان الريموت لا ما ينفعش يشتغل معايا انا انما لو واحد صاحبي قاعد قدامي كده وخدت الريموت ورحت دايس عليه مش هيشتغل لان الريموت متصل لاسلكيا بالجهاز اللي متركب في جسم الشخص نفسه انا ما قلتش حاجه يا دكتور ما انا فاهم يعني الريموت يعني ممكن تستخدمه المدام هو طبعا حضرتك يكون مع مين ده وضع تاني ما انا بساله على دلوقتي اديني الريموت ستك انت ستك مش مركب السلك لا مش مركب طبعا بس ممكن يتركب لو واحد مركب سلكه وهو ده الريموت بتاعه وانا قاعد قصاده كده ودست عليه يحصل له عمليه انتصاب بالظبط الله اكبر